مرحبا بكم، احنا توا في المباشر من مقر الاتحاد العام التونسي للشغل في بيجا. معنا سي عبد الحميد الشريف الكاتب العام. اليوم سمعنا انه فما جلسه مفاوضات بين وزاره الصحه ووفد من الاتحاد حول يعني مطالب جهه بيجا واهالي بيجا الكل، وين وصلت المفاوضات. سمعنا انه وفد من الاتحاد قاطع الجلسه، كان تعطينا اكثر التفاصيل سي عبد الحميد. أنا بطبيعة الحال اليوم كنا في جلسة دارت على الساعة الواحدة بعد الظهر بمقر وزارة الصحة بإشراف وزير الصحة وبحضور الأخ مرعو عمير الأمين المسؤول عن الوظيفة العمومية، وكان لنا وفد من جهة باجة للاتحاد الجهوي والفرع الجامعي للصحة بباجة. بطبيعة الحال احنا قدمنا القديم الجديد، أعطيت صورة على الجلسة الأولى اللي صارت مع الوزيرة السابقة في 27 أوت 2019، كل البنود اللي قالت ما تحقق حتى شيء وكان كله تسويف وكله سياسة بالعربية، وقلت له هكا. اليوم كذلك عندنا طلبات أخرى، طورة الأمور ياسر في باجة على لسان وزارة الصحة اللي أصبحوا باجة الجنوبية وباجة الشمالية كما تعرفوا الخبر ضيف الرأي العام اللي هما منطقة بؤة. اليوم بطبيعة الحال بعد ما اجتماع البارح صار ب 80 إطار نقابي من أسلاك التعليم الكل وأسلاك الصحة، وبطبيعة الحال كنا ماشيين في هيئة إدارية. بعد الجلسة اليوم تأكد رسميا، لأنه الجلسات اللي صارت مع ولايات أخرى على الأقل خلاو حاجات، اليوم جهة باجة ولا فاصمة ولا زريقة لو بكودو يخدمها. اليوم تبين رسميا وتأكدنا اللي باجا اولاد بالحق مستهدف. اليوم اهلنا قاعده تموت. اليوم كلمت السيد الوزير قلت له 6 في نهار واحد في باجا. البارح 15 اطار شبه تبي في باجا. اليوم باجا تستغيث، خرجنا بيانات من اجتماعات، حيتنا المنظمات الوطنيه وخرجنا بيان جماعي المجتمع المدني في بال والراي العام في باجا. اليوم الناس كل مفجوعه، الناس كل يعلم بها كان ربي. اليوم انقاذ باجا، اليوم هل الحكومات هذه المتعاقبه اليوم بركز تاكدنا ان جهه باجا مش حاطينها في البرنامج. احنا بطبيعه الحال رجوعنا دائما وابدا قرارنا لقواعدنا، نرجع للهيئه الاداريه ان شاء الله مش تكون نهار الاربعاء باشراف الاخ سامي الطاهري الامين العام المساعد بالاتحاد العام تنشور، وسيكون قرار بطبيعه الحال هو قرار الهيئه الاداريه الجهويه، واحنا بطبيعه الحال مش نظلوا من اجل الحياه، ما طلبناش تنمية، ما طلبناش تشغيل، ما طلبناش حاجة أخرى، قلنا العاجل ثم الآجل، لكن مع الأسف البلاد هذيا مش معاملينها رسمان لأن عاقلين برشا، على الأقل اليوم الباجية راهو تنحى، وإحنا مش نناضلوا، كلفنا ما كلفنا، وباجا أهلنا راه عزاز علينا، وقاعدين نشوفهم بالطريقة هذيك والناس قاعدة تتفرج، اليوم الباجية كل راه يد واحدة مع بعضنا من أجل إنقاذ بلادنا صعب من هذا الوباء كما خدات جهات أخرى. هذا هو تقريبا اللي عندي. نزلت دخلت تويكا بطبيعه الحال وزير الصحه 7 نتاع الصباح، واحنا جلسه الاولى في مقر الاتحاد العام تونس شغل على الاخ الامين العام للاتحاد العام تونس شغل اللي قاعد يتابع هو القياده اليوم بطبيعه الحال في جهه باجه وغير باجه. من بعد مشينا للوزاره شفنا مشينا يتفرى ويد ما فيها حتى شيء. كنت نجم تعطينا شويه تفاصيل يعني كيفاش كانت المفاوضات مع الوزير؟ والله الوزير بطبيعه الحال هو الوزير لقيت تراكمات وجبت له بالصوره والصوت الجلسه مع السيده سونيا الشيخ اللي كانت وزير السابق. ايه وقلت له هات تفضل، اعطتنا 240 مليار هو المستشفى، قالت لي جامعي متعدد الاختصاصات، القسط الثاني بجاز الباب، قاعه العمليات تاع بجاز الباب، تبرس تستور عمدون نفزة 10 أطباء اختصاص عمدون كل المعتمدياتنا وموجود، وإن شاء الله تجيو فرصة أخرى طبعاً مش عندي الوثائق تو نعطيكم على عظمة لسانها ممضية معايا وممضية وزيرة مش أنا وحدي، كان السيد سليم التساوي اللي هو اليوم مستشار رئيس الحكومة يعرف كل صغيرة وكبيرة على هذه الجلسة كان حاضر معنا، أعضاء مجلس النواب الكل بقى منهم كان سيدي ذا بطبيعة الحال كان حاضر معنا، الدلاي كاتب عام الولاية، كل مدير السبيطارات نتاع المعتمديات، مدير التجهيز، مدير الجهوي هذا اللي جاوي قديم، مدير السبيطار هذا اللي جاوي قديم، الناس كلها كانت حاضرة،
وكنا خرجنا فرحين وقلنا على الأقل باجة هاي نشتلفتوا لها وكذا. لكن بان بكشف اللي هو تسويف وبعين حديث يخدموا في السياسة. اليوم عادش يعيش بشكل من السياسة مع باجة. إما تكون أمور فعلة ويحس المواطن الباجي اللي هو يخدم اللي هو تحت رعاية الدولة وفي الدستور الناس تعرف اللي الصحة قبل كل شيء ساعة. اليوم عطينا صحتنا صحة وليداتنا وبناتنا وأهلنا في باجة وبعد لكل حدث حديث تنحكيوا بعد على التنمية وتنحكيوا على التشغيل وتنحكيوا على الوضع التربوي الرديء وبرا شوفوا كيفاش المربين اش قاعدين يقاسيوا الأولياء اليوم 20% يبعثوا أولادهم كلهم خايفين وعندهم الحق على وليداتهم وبناتهم. واليوم اكشفت وضع في باجة اليوم الناس كل مفجوعة اللي يقضي مفجوع في المجازين مفجوع يبعث ولده مفجوع ومعناتها تشوف الحالة في باجة. واليوم هذه الحكومة معناتها ما عندها حتى حساب الباجة. زدت أكدت اليوم من وزارة الصحة اللي باجة وش حطينا في البرنامج حديث موجود أرقام موجودة حطيناهم الديون مستشفى عنده 100 سنة ونحن نروع الناس مستشفى ماش تحب نحكي على مستشفى في باجة. اليوم الفاتورة اللي هزفها الأطباء وشبه الأطباء من ممرضين من عملة من ذا الفاتورة كل نهار اللي يصير في مريض ويموت مريض هو مكلاو ترايح هم اللي صار فيهم مسار. اليوم برا شوف اطلعوا اطلعوا شوفوا ما حكيش حسبت انا باجا بركة المستشفيات الجهوية في المعتمدية في الولاية والمعتمديات وبرا شوف الحالة اللي تعيش فيها باجا. واليوم حتى حد ما مش لفتنا احنا بنظرنا ان شاء الله ونجيب ان شاء الله عقلنا ضايع ما عادش عنا استراتيجية أخرى جديدة إن شاء الله بعد الهيئة الإدارية قراراتنا تتخذ هي سيد نفسها قال الهيئة الإدارية الجهوية بإشراف أخي الأمين العام المساعد أخي سنتاري وإن شاء الله كل ما مخرجات هذه الهيئة الإدارية إن شاء الله بحول الله نمدوكم بها نهار الأربعاء بعد ما نكملوا الهيئة الإدارية.